حتى يرضوا نتاجهم الفني على أهل الفن ومن ذوقي الفن. وراح دكتور محمود. حبيبنا الحاضرين، أول شيء إحنا في صديق إلنا اللي مداوم على المعارض ما بيفشخ ولا معرض، موجود في مستشفى فلسطينية بنالو الصحة الدائمة. دكتور موشي شريف صديقنا وحبيبنا، نتأمل له الشفاء العاجل. رخيمة بعير بشتاي تعرفاش الشناي أمانين إخاد بمتسيورة مفشات إخاد بمتسيورة ريالي. كلنا تكبر شخبرينو بيديدينو שלא פספס אף תערוכה מאז היום, דוקטור משה שליט יגיע גם לתערוכה הזאת. דיבר איתי אתמול אחרי הניתוח הקשה שעבר וביקש, עובד לימין, עשה לי טובה, תמשוך את התערוכה כמה שיותר, אני רוצה לראות. שלחתי לו גם את הסרטון על הבוק. نقول أن الفنان التشكيلي شخصية نادرة في المجتمع. لابد أن تحمل تلك الشخصية رسالة حقيقية بأن تدون التاريخ عبر اللوحات الواقعية، وأن تعكس الذات والمشاعر عبر اللوحات التجريدية. إن الواقعية تلتقي والتجريد، ويبقى الفنان هو وحده من لديه القول عند إبداعه والتعبير عما يجول في خاطره وعقله في تحقيق هذا المعنى وتجسيد هذا اللقاء. بداية أول أهلا وسهلا في الجميع، شرفتونا وسعدنا في لقائكم. اسمعونا نحكي باللهجة العاميه، مش الخفيف، احنا كثير الحديث من القصه
فنحكي في اللهجه العاميه. انا اسمي معروف مصطفى شلط من الناصري، سكان مدينه الناصري، صار لي برسم 54 سنه. الرسم عندي هواي وبحب كثير، يعني هواي بشتغل فيها من كل قلبي من كل اخلاص، وبحب لما برسم برتاح نفسيا. لما برسم برتاح نفسيا، كان له شيء ناقصني اذا ما برسمش. كل الوقت انا برسم وبكون في الشغل، وبختار اللوحات اللي هي يعني بتفرح الناس. الرسم هو مش بطبيعته رساله بنقولها للناس بطريقه حلوه، تنقل رساله معينه للناس بطريقه حلوه اللي بتفرح قلوب الناس، بتفرح تسعد الناس. فالرسم شيء راقي جدا، يعني كل واحد عنده هواي، عنده بدايه هواي او عنده ولد عنده هواي يشتغل عليه يعمل له اياه، يعني شيء حلو جدا. حتى يصير عندنا احنا ثقافة فنية أكثر بالوسط العربي، لأنه للأسف يعني ما حد الحديث لسه عندنا بالوسط تبعنا الثقافة الفنية ضعيفة جدا. ليش؟ لأنه ما بنشتغلش أولادنا. تفضل. أول شيء أهلا وسهلا للجميع، بشكركم فرد فرد على حضوركم. أنا اسمي سالم أبو شكرة من أم الفحم. طبعا بكى معرض مميز، اللي في عندكم مدرستين كبار يعني من العالم التجريدي وعالم الواقع. وعمي معروف ما شاء الله يعني معلم برسم رسم جميل جدا، وبشرفنا انه نبقى معه يعني مشاركين بالمعرض. والصالي طبعا ما شاء الله يعني مرتب ومقدمات يعني تقديم حلو، واهلا وسهلا بالجميع. واسعدتم مساء الجميع. انا مظبوط سعيد جدا لما شفت هذه الرسومات الموجوده هون، والصراحة شوي اتفاجأت للإيجاب. يعني أنا ما كنت أتوقع إنه في عندنا هذا المستوى الموجود. فببارك الجميع الرسامين اللي شاركوا والمشاركين المشجعين أيضا، لأنه مهم. بتمنى التقدم والنجاح أكثر وأكثر. الله يعطيكم العافية. شكرا دكتور. بس بدنا نشوف شو بده يقول الناس. طيب مساء الخير للجميع، يعطيكم العافية. صحيح اسمحوا لي بالبداية باسمي وباسم بلديتي وباسم بلد سخنين أرحب بكل الحضور الكرام فردا فردا. أهلا وسهلا فيكم بلدكم. يا ريت كل واحد فيكم يشعر انه موجود، انه موجود ببلده، موجود بين اهله وبين ناسه، بين الناس اللي بيقدروه وبيحبوه. واسمحوا لي برضه اقدم للجميع بمناسبه الاعياد المجيده والسنه القادمه ان شاء الله تكون سنه خير وفيها كثير من المحبه والعطاء والصحه والعافيه اكيد. للأستاذ سالم، للأستاذ معروف، صحيح يعني أنا باجي على المعرض وبحب أجي على المعرض وألاقي الفن والفنانين. اليوم هذا المعرض لما بيجي بجيب مدرستين كبار التجريدي والواقعي وبيجي بيعرضوا لنا هاي الجمالية والألوان المميزة الحلوة، بتدل على انه كيف انا دائما بحكي انه الفسيفساء الجميل اللي موجود في مجتمعنا موجود في صدور وقلوب الفنانين. والفنانين كيف تفضلت استاذ معروف ان هي بترسم السعاده، بترسم المحبه، بترسم الخير اللي عمال بيطلع بوجدان الفنان.